السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم. هنشوف النهارده مع بعض انتهاء موقع بن سمودة وكيفيه عمل طلب من خلال الموقع، وهنشوف ايضا كيفيه ظهور الموقع بترتيب متقدم على جوجل وغيره من الاشياء ان شاء الله. اول ما بنشوف دلوقتي بنشوف الموقع الخاص بحضراتكم، ده التصميم من الصفحه الرئيسيه. تمام، عندنا هنا البانر الرئيسي، تمام، اللي هو بتدوس عليه دخلنا على القسم استقبال في المطار، حجز اتوبيسات، حالات الجبال، حالات الصحراء، والاتصال بالشركه. في البدايه هنا بيكون عندنا العميل بيحدد نوع العمله اللي هو هيتعامل بيها على الموقع، ان كان اليورو، ان كان الجنيه الاسترليني، ان كان الدولار، ان كان الريال السعودي او الريال العماني. وممكن برضه في لحظه العميل يغير من اللغه العربيه للغه الانجليزيه زي ما احنا شايفين. على طول الموقع بيتغير باللغه الانجليزيه بمحتوى كل عروضه. خلينا نرجع للغه العربيه ونكمل مع بعض. هنا في اللغه العربيه انا بقدر ببساطه ان انا اخش القسم اللي انا عايزه، مثلا استقبال من المطار بيقول لي والله هنا استقبال المطار في عرضين، وحجز الاتوبيسات في عندي عرض، وحالات الجبال عندي عرض رحله متاحه، وعندي رحلات الصحراء في رحله ممكن احجزها. وبيديني زي مثلا استقبال من الفندق الى المطار، اقدر اطلب الخدمه دي، او استقبال من المطار الى الفندق، اقدر برضو اطلب الخدمه دي. عندي حجز اتوبيسات، بيجيب لي حجز اتوبيسات برضو، اقدر اطلب الخدمه دي واقدر احجزها. وهنشوف مع بعض ازاي دلوقتي بحجزها. ماشي، وعندي رحلات الجبال. طبعا نقدر نضيف اي قسم حضراتكم عايزين تضيفوه تقولوا لنا عليه واحنا نضيفه بكل بساطه. تمام، رحلات الصحراء، واقدر اختار رحلات الصحراء. تعال نشوف مع بعض مثلا رحلات الجبال، مثلا رحلات الجبال. اوكي، هنا نخش عليها. هنا بيقول لي رحلات الجبال، فبيديني بقى تفاصيل رحلات الجبال، برنامج مميز وشامل ووجبة غداء. طبعا نقدر نكتب بيانات اكتر وصور اكتر، وهنشوف مع بعض ازاي حضراتكم تقدروا تضيفوا عرض من العروض بكل سهولة في لحظة ودقائق معدودة، تضيفوا العرض بكل سهولة. وهنا العميل يقدر يشارك الموضوع ده عبر تويتر وعبر فيسبوك او عبر اي منصة اخرى من المنصات. تمام، هنا بيطلب منه. طبعا انا مش متحدد السعر، مش متحدد السعر، فهنا بيقول له نوع الخدمه رحلات جبليه، حالات الطواف متوفره، عدد الافراد كام. فمثلا انا بقول له والله 10. اوكي، اقول له اضافه الطلب. بيدخلني على ابلكيشن ام لا. اسمي الاول مثلا بقول له علي. مثلا اي حاجه بقى، احنا بسرعه عشان حضراتكم. وبيكتب البيت بتاعه العميل، هنا بيملى بيانات وبيكتب البيت بتاعه وبيكتب رقم الهاتف بتاعه ايا كان هو ايه. تمام، وانا عشان ما يتلخبطش لازم كود الاتصال الدولي بتاعه ايه، عشان لو من دوله اخرى او حاجه زي كده. والدوله مثلا بيقول الدوله بتاعته، والعنوان الاول بيقول العنوان الاول، العنوان الثاني المدينه، والفاكس لو موجود. اوكي، واقول له متابعه. هنا بيقول لي الاسم اللي انت حجزته ايه، رحلات الجبال، رحلات جبليه، وعدد الافراد 10. تاكيد الطلب ولا مش تاكيده؟ او حجز 10 افراد رحلات جبليه، تعال نقول له تاكيد الطلب. ناخد بالنا بقى ايه، انا حتى الان ما ظهرش خالص السعر على الموقع، الموقع لم يظهر على السعر الموقع. ولكن في خلفيه الموقع اللي حصل ان العميل، ان الموقع حسب الفاتوره وفق السعر اللي حضراتكم مدركتوه لتكلفه الفرد الواحد حسب الفاتوره وبيرسلها العميل. افتح انا بايدي اهو، جاي لي رساله اهو جديده، جديده بن سمودة الدوليه، من موقع حضراتكم بن سمودة الدوليه للسفر والسياحه. تمام، وجاي لي اللوجو بن سمودة الدوليه. الفاتوره اتعملت اوتوماتيك وتم ارسالها للايميل بتاع العميل في لحظه، بن سمودة الدوليه، وهو من الايميل انفو ات ابناء بن سمودة دوت كوم. وشكرا لتعاملكم مع بن سمودة الدوليه للسفر والسياحه، لقد تم استلام طلبك وسيتم انهاء الطلب بعد التاكيد من اتمام عمليه الدفع. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان ايه اللي حصل، دي البيانات الفاتوره الاساسيه، تليفونك، ايميلك، اسمك، حاجات زي كده. ماشي، طيب المنتج رحلات الجبال، النوع رحلات جبليه، الكميه 10 افراد،
السعر كام؟ الفرد تكلفته 70 ريال والتكلفه الاجماليه 700 ريال. شفت على طول اللي اتحسبت الفاتوره وراحت على الايميل ما ظهرتش للعملاء، وده اللي احنا كنا عايزينه، او ان هنا السعر ما يظهرش للموقع، ما يظهرش على الموقع، ولكن العميل لما يدرك بياناته تليفونه وايميله الصحيح يتبعت له العرض بكل التفاصيل، السعر اللي هو طلبه. طب هو هنا السعر اتبعت له بكام؟ بريال العميني. بريال العميني. لو انا مثلا غيرت العمله هتتغير العمله اوتوماتيك. طب تعال نعمل نفس الرحله دي اللي هي ب 70، الفرد ب 70. لو عملناها مثلا ريال سعودي المفروض انها مثلا تبقى ايه؟ متوسط 700 ريال تقريبا الفرد، وتبقى هنا 7000 ريال لو 10 افراد. تعال نعملها برضه تاني. تعال نعملها بس بريال السعودي. ماشي؟ عشان نشوف هو الموقع بيحسب العمله اوتوماتيك بيغير. تعال هي ريال سعودي. اوكي؟ انا طالب العمله السعودي وهي كانت رحلات جبليه. تعال نخش تاني رحلات جبليه. رحلات الجبال. وهي دي حالات الجبلية، وهقول له برضه 10 افراد، واقول له اضافة الطلب. انا دي ممكن نخليها ارسال تكلفة يعني، واقول له اي اسم اهو عشان بس الوقت، واقول له نفس البريد بتاعي. تمام، رقم الهاتف، مفتاح وكذا، واقول بيانات اخو الفاكس، لو موجود مش موجود مش مشكلة. بقول لي حالات جبلية 10، تعال نقول له تأكيد يلا. وتعال نروح بقى لليمين نشوف ايه اللي حصل. او جات لي رساله جديده، القديمه فتحناها اهي، ودي رساله جديده لسه فتحناهاش، بين سموده كذا كذا وحالات جبليه. فعلا عمل لي السعر بريال السعودي، خد بالنا بريال السعودي اوتوماتيك على طول، قال لي 10 افراد اهو، 682 تكلفه الفرد، و 6821 تكلفه ال 10 افراد. ده اللي احنا بنقول عليه. طبعا احنا هنا المفروض يعني حضراتكم تكتبوا هنا البرنامج، وهنشوف مع بعض بعد كده ازاي بندرك البرنامج بكل بساطه على الموقع وبكل سهوله ويسر. طبعا العميل يقدر يحول، هو لو هو انجليزي يقدر يحول الانجليزي، ممكن نخلي الصفحه سهل الانجليزيه والعربي الفرعيه، ويقدر يشوف البرنامج زي ما احنا شايفين، ويقدر يعمل عمليه اضافه الطلب ويدرج الكميه اللي هو عايزها او العدد اللي هو عايزه من الافراد، ويختار عملته اللي هو شغال بيها، اليورو، الدولار، الجنيه الاسترليني، ايا كان العمله اللي هو شغال بيها. تمام، دلوقتي هنشوف بقى الخطوه الثانيه، هي ظهور. طبعا هنا اهو دي لوحه التحكم اللي بتقول لي والله عندك اجمالي طلبات كذا، اجمالي المبيعات كذا، وتديني تقارير بالطلبات اللي تم ادراجها في الموقع. طبعا اجمالي طلبات خاص بقى 5 عشان احنا ادرجنا طلبين اضافيين، وهو هنا اللي هو الطلب اهو بريال العماني علي الطواش علي جالني، والطلب اللي بعديه اللي احنا لسه عاملينه من شويه بريال السعودي اهو، واقدر احرر الطلب والغيه واتابع بياناته وغيره من الاشياء. ده في لائحه التحكم الخاصه بالموقع، وهنشوف بعد كده ازاي هنضيف مع بعض العرض بكل بساطه في لحظات بسيطه وفي ثواني معدوده. تعالى بقى نشوف النقطه المهمه جدا برضو، حته الموقع ان هو اتفحص على جوجل، وازاي حضراتكم هتقدروا بعد كده تزودوا عمليه الفحص على جوجل. بين سموده اهو، عملنا بين سموده الدوليه. بين سموده الدوليه قال لي عندك جوجل بيقول لي عندك 146000 نتيجه، 146000 نتيجه، نتيجه رقم واحد فيديو خاص بحضراتكم، وبعد كده النتيجه ده كتبنا بين سموده الدوليه بس. لا للسفر للسياحه ولا حاجه، بين سموده الدوليه عندي موقع فيديو اهو، تمام؟ وعندي الموقع بتاع حضراتكم نتيجه رقم واحد متفوق على 146000 نتيجه، وحالات الجبال الصلاله برضه، تمام؟ بين سموده واكثر من وبين سموده نتائج بالانجليزيه، والسفر الى صلاله بين سموده، وحالات الصحراء بين سموده، يعني كتير جدا من النتائج، اول 5 6 نتائج بين سموده متفوقه على 146000 نتيجه زي ما جوجل بيقول. تعالى نخش الفيديو. طبعا احنا عارفين ان احنا رفعنا 10 فيديوهات لحضراتكم، 5 فيديوهات باللغه العربيه وخمس فيديوهات مسماه باللغه الانجليزيه، بحيث لما اللي يبحث حتى على الامر ده يجد حضراتكم. زي ما احنا شايفين اهو بيطلع هنا التليفونات حضراتكم، وبيطلع بيانات التواصل معاكم، واسفل الفيديو اصلا كمان في موقعكم وبيانات التواصل معاكم. عندنا 10 فيديوهات، 4 باللغه العربيه و 5 باللغه العربيه و 5 باللغه الانجليزيه، وده الموقع زي ما احنا شايفين اهو. لو دخلنا هنلاقي الموقع بتاعنا. اوكي، نرجع تاني. طب تعالى ندور مثلا بحجز اتوبيسات صلاله، محل بيدور بالمصطلح ده، حجز اتوبيسات صلاله، بلاقي هنا 518 نتيجه، 518 نتيجه، وبلاقي نفسي على طول بعد النقل العام، بعد النقل الوطني العماني، احنا على طول بعدها على طول حاجز اتوبيسات صلاله في الصفحه الاولى بين سموده. تمام، ولو دخلت هلاقي نفسي موجود اهو.
اوكي، ويجيب لي صفحه الفحص دي، اقدر اضغط عليها يدخلني على الموقع بتاع حضراتكم بكل تفاصيله، واقدر اختار اللي انا عايزه بكل بساطه ويسر ان شاء الله. طب تعالى نختار تاني استقبال من المطار، من مطار صلاله، لبعض الكلمات اللي احنا اخترناها، يعني اللي حضرتك تختاروا تضيفوا غيرها بكل بساطه ويسر. هنشوف ازاي مع بعض في فيديو شرح اضافه الموضوع الجديد او العرض الجديد، استقبال من المطار، من المطار صلاله. طالع هنا بيقول لك عندك 61000 نتيجه، 61000 نتيجه، 61000 نتيجه و600، بنتكلم على رقم مقارب من 100000 نتيجه. على طول في الصفحه الاولى موقع حضراتكم اهو، استقبال من المطار صلاله بن سموده، والفيديو الخاص بحضراتكم بكل بساطه ويسر. لو دخلنا على الفيديو هنشوفه، لو دخلنا على الموقع برضه هقدر اتعامل مع الموقع واحجز اللي انا عايزه وحاجات زي كده. طبعا ده احنا لسه حاطين العروض دي، المفروض بقى حضراتكم بتحطوا باقي العروض والكثافه، وكل ما تحط عروض اكتر كل ما كان فرص الظهور اكتر. طب تعالى لو بحثنا حتى باللغه الانجليزيه مثلا، لو بحثنا مثلا بين سموده، بين سموده باللغه الانجليزيه اهي، بين سموده بيقول لي عندك 31000 نتيجه 500، 31000 نتيجه 500. طلع لي الفيديو اول حاجه تمام على اليوتيوب بين سموده، وزي ما قلنا في بيانات التواصل معاكم وتليفوناتكم وصلاله سلطنه عمان، وطلع لي الموقع الخاص بحضراتكم اهو، والموقع برضه بين سموده دي تبع حضراتكم اهو. اوكي، واكثر من نتيجه طلع في الصفحه الاولى متفوقه على 31000 نتيجه و500. ولو يعني برضه لو قلنا استقبال من ال استقبال في صلالة من المطار للهوتيل، للهوتيل تعال نشوفها. بيقول له هنا استقبال صلالة، استقبال من صلالة من المطار إلى الهوتيل باللغة الإنجليزية كتبناها، فبيقول لي عندك 115000 نتيجة، 115000 نتيجة. هيقول لي هنا طلع لي فيديو برضه اللي هو خاص صلالة، خاص بموقع حضراتكم زي ما قلنا في كل البيانات، وانا شايفين الفيديوهات دي كلها خاصة بكم، ده اللون ده بنسمود عليه اللوجو، اللوجو اللوجو الخاص بحضراتكم تمام، وفي بيانات التواصل مع حضراتكم، وايضا اسفل الفيديو بيكون بيانات التواصل مع حضراتكم. ده غير ان هو بيقول لي هنا، هو احنا بنقول ان في كام، 115000 نتيجة. طب تعالى 115000 نتيجة، الصفحة رقم واحد النتيجة رقم ثلاثة مباشرة هو الموقع الخاص بحضرتك اللي هي بين سموتة. يعني كده عشان وقت الفيديو ما يطولش، بيكون انتهى الشرح الخاص بينا، وإن شاء الله بعد كده هنشوف ازاي حضرتك تقدروا تضيفوا موضوعات او عروض سياحية وتفاصيل العرض بقى السياحي وايه الخدمات اللي فيه وصور اكتر ليه بكل سهولة وكل بساطة. هنشوفها ان شاء الله مع حضرتك في فيديو اضافة موضوع وعرض جديد، وازاي بتزودوا الكلمات الدلالية على جوجل باستمرار ان شاء الله. شكرا لكم.